أرخص سيارة كهربائية، شنو هما المميزات والعيوب ديالها؟ سيتروين سيارة صغيرة، محرك إلكتريك، سيارة كهربائية وبلاستيك من برا، الهيكل ديالها من الحديد، كتشارج على 3 سوايع وفيها الديماراج والفران فقط، كتضرب مسافة ديال 75 كيلومتر، والفيتيس ديالها كضرب الماكسيمو 45 كيلومتر في الساعة. مزيانة في الطلعة ولكن ما صحيحاش مزيانة غير في المدينة، وكتخلصش عليها لا ضريبة لا والو، فقط لاسيغونس وبلا بيرمي، وثمن ديالها 10 المليون، ولكن مقارنة مع أنها كتشرع 3 سوايع وما كتضربش مسافة طويلة غالية بزاف. هادو هما المعلومات، المزيد من المعلومات زورونا بالقناة، وبيس لكم الخوت.